فقدت الكويت رجل من رجال الأوفياء أمس خلال قيامه بواجبه الوطني في مجلس الأمة وفي قاعة عبد الله السالم، وهو النائب نبيل نوري الفضل. ندعو له الرحمة والمغفرة. هذا الرجل قدم الكثير للإعلام الكويتي من خلال الكلمة الجريئة والموقف الصلب، كما كانت لمساهماته التشريعية وطرحه الجريء فيما يتعلق في القضايا الوطنية. كان دائما صلب وكان شجاع في طرح رأيه وفي عمل المساهمة في إثراء العمل التشريعي في مجلس الأمة. وفاته وهو يؤدي عمله وكان لا يخشى من الحق لو مت لائم، ويمكن الكلمات الأخيرة التي ذكرها تؤكد بأنه دائما يقف مع الحق. اليوم ودعنا زميلنا في مجلس الأمة الأخ نبيل الفضل رحمه الله وغفر له، ولا شك بأن يعني موته كان بالنسبة لنا يعني حقيقة فجأة وصدمة يوم أمس عندما حدث في الجلسة وأثناء انعقادها، ولكن هذا هو قدر الله تبارك وتعالى، نسأل الله المغفرة. حقيقة تعجز الكلمات عن وصف حالتنا بفقدان العزيز الله يرحمه أخ نبيل الفضل، وإن شاء الله الغفران وضياء قبره إن شاء الله، وصبر أهله وأصحابه ومحبينه والكويت كلها على فراقه إن شاء الله.